السلام عليكم. لماذا تسعى وزارة الثقافة في العراق إلى إبرام اتفاق مع شركة أمريكية مشبوهة يعطي الأخيرة الصلاحية للتصرف بأثار العراق التي تمتلكها؟ وكيف يمكن استرداد أثار العراق المنهوبة في ظل وجود حكومات ما بعد الاحتلال المتهمة أصلاً بسرقة ثروات العراق؟ وما الذي تمثله أثار العراق المسروقة وما انعكاسات ضياعها على العراق وشعبه حاضراً ومستقبلاً؟ ومن الذي سيحاسب المتورطين بسرقة تاريخ العراق وبيعه بأبخس الأثمان؟ هذه الأسئلة وغيرها مشاهدينا الكرام نناقشها اليوم في حلقة تحت الضوء لهذا الأسبوع بعنوان وزارة الثقافة تسعى لبيع المزيد من آثار العراق. نتابع هذا التقرير ثم نعود. الآثار العراقية التي تمثل حضارات تمتد لآلاف السنين عبر التاريخ لا تزال تشهد عملية سرقة وتهريب إلى الخارج دون أي جهود تذكر للحد من هذه العمليات ومعاقبة من يتاجرون بآثار وحضارة وادي الرافدين. بين فترة وأخرى تعلن القوات الأمنية عن إحباط صفقة تهريب للقطع الأثرية دون الكشف عن المنفذين ومن يقف وراءهم ويحميهم، كما حصل في عام 2018 حين أعلنت قيادة العمليات في الجيش الحالي عن إحباط محاولة لتهريب أثار وصفتها بالثمينة كانت مهيئة للتهريب من العراق. وفي محافظة بابل عثرت الشرطة على قطع أثرية كانت مخبأة في مزرعة لا تبعد سوى 500 متر عن نقطة تفتيش تابعة للقوات الأمنية، وهكذا تستمر السرقات بأشكال متعددة. التهاون الحكومي في التعامل مع المهربين بل والاشتراك في تلك العمليات وعدم تطبيق القوانين وإهمال الآثار من قبل الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003 كان سبباً جوهرياً وراء سرقة وتهريب الآثار بحسب خبراء في منظمة يونسكو. لجنة الآثار في البرلمان كانت قد شكلت عشرات اللجان للتحقيق بملف الآثار لكنها لم تصل إلى أي نتيجة، وهذا هو ديدن اللجان التحقيقية التي تشكل من أجل تسويف الملفات وليس لحسمها. صحيفة دايلي تيليغراف البريطانية ذكرت أن شركة هوبيلوب الأمريكية لبيع التحف الفنية تسلمت آلاف القطع الأثرية المهربة من العراق ببيانات مزيفة، ما دفع بالنيابة العامة في أمريكا إلى اتهام الشركة بانتهاك القوانين الفيدرالية في شحنها لتلك القطع الأثرية ببيانات مزيفة بوصفها بلاط السيراميك. وبدلاً من استرداد الآثار العراقية المهربة، فإن وزارة الثقافة تسعى إلى منح الإذن لشركة هوبيلوب الأمريكية المدانة من قبل واشنطن بتهريب الآثار في التصرف بآلاف القطع المسروقة التي دخلت وستدخل في حوزتها من خلال عقد ينوي وزير الثقافة الحالي حسن ناظم إبرامه مع الشركة التي تمتلك نحو 12 ألف قطعة أثرية عراقية مهربة، وعرضت على وزارة الثقافة عقداً يسمح لها بالتصرف في هذه الآثار من خلال عرضها بالمتاحف أو نسخها أو بيع صور منها، مع أن قانون الآثار العراقي المرقم 55 لسنة 2002 حرم التعامل مع سراق الآثار ولصوصها. شركة هوبيلوب التي تأسست في عام 1972 وتتخذ من ولاية أوكلاهوما الأمريكية مقراً لها مستمرة بشراء الآثار المسروقة، وتمتلك متحفاً باسم الكتاب المقدس في واشنطن تعرض فيه جميع الآثار التي تشتريها من السراق لتفاوض بعد ذلك على إعادتها مقابل شروط مجحفة ومبالغ كبيرة بتواطؤ من المسؤولين في العراق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب في حلقتنا لهذا الأسبوع بالأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أهلا بكم أستاذ مصطفى. حياكم الله. ومعنا عبر سكايب مشاهدينا الكرام من مدينة مالمو السويدية الأستاذ علي ريسان الكاتب والمخرج العراقي. أهلا بكم أستاذ علي. أهلا بك. أهلا بضيفك الكريم. إذا بدأت معك أستاذ مصطفى بموضوع الآثار العراقية، كيف بدأت قضية سرقة الآثار العراقية ومن المتورطين بهذه السرقات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وأحيي مشاهديك الكرام وأحيي الأستاذ الزميل علي ريسان الذي سينضم إلينا في هذا البرنامج. الحقيقة كل الأمم تعتبر الآثار ويعني تراث
هذا جزء من موروث هذه الأمم، وخاصة الأمم الغنية يعني الإرث التاريخي. وبالتأكيد فإن حضارات وادي الرافدين البابلية والآشورية والسومرية والأكدية وطبعا الحضارة العربية الإسلامية يعني لها دور كبير في صناعة ذائقة الإنسان العراقي وتراث الإنسان العراقي وذاكرة الإنسان العراقي. حقيقة هذه العملية، عملية سرقة الآثار، ابتدأت منذ الأيام الأولى للاحتلال الأمريكي المجرم على العراق. الأمريكان منذ الساعات الأولى لاحتلالهم جنوب العراق ثم بغداد سمحوا للعصابات الإجرامية سواء منها الموجودة في داخل البلاد أو التي استقدمت من خارج البلاد بشكل متعمد لتدمير كل معالم الذاكرة العراقية، لنهب الآثار، سرقة الوثائق والمخطوطات، تدمير كل شيء في العراق. ومن هنا كان أنا شخصيا شاهدت في الأيام الأولى للاحتلال يعني الجنود الأمريكان يقفون في بوابة مستشفى ابن البيطار في منطقة علاوي الحلة في بغداد في الصالحية، بينما يحمون طبعا بزعم المستشفى بعد أن نهبت المستشفى أيضا، بينما بوابة المتحف العراقي مشرعة وقاعاته يعني مستباحة، والجميع يعني هذه العصابات المعنية تدخل وتخرج وتسرق ما تشاء من أقبية المخازن المتحف ومن قاعاته. وبالتالي فهذا الاحتلال الأمريكي يعني هو أول من بدأ بهذه، وكان الجنود الأمريكان بالمناسبة يعني سواء الذين احتلوا بغداد أو الذين كانوا مثلا في ذي قار تحديدا أو في بابل، يعني كانوا هم الأداة الأولى لسرقة هذه الآثار وتدميرها والعبث بها والانتقام منها. طبعا نحن نعرف أن قاعدة أن منطقة الآثار بابل التي أعاد العراق إعمارها لأنها كانت خرائب مدروسة تماما كنوع من التحدي لما جاء في التوراة والتلمود المزورين، يعني التي تقول أن بابل لن يعاد بناءها، فقررت الحكومة العراقية في ذلك الوقت في الثمانينات إعادة بناء هذه المدينة ضمن إمكانياتها الضخمة، واستخدمت الجيش الأمريكي كقاعدة له آثار منطقة آثار بابل، وتم تدمير المباني هناك بشكل متعمد. طبعا في سنوات لاحقة كان تنظيم داعش الإرهابي قام ببعض الأعمال السرقة وتدمير، والعالم شاهد هذا حقيقة في متاحف الموصل بشكل يعني والمناطق الأثرية في منطقة الموصل وما حولها بشكل خاص. هناك أيضا دور الميليشيات التي تعبث في كل العراق في وخصوصا في مناطق جنوب العراق، يعني مناطق جنوب العراق من بابل أو حقيقة من بغداد نزولا يعني إلى بابل وذي قار وغيرها المحافظات الجنوبية، كلها يعني مئات المواقع الآثارية. عمليات النهب شملت كل المواقع الأثرية، يعني حتى أن صور الأقمار الصناعية تؤكد أن عمليات يعني الحفريات غير القانونية تنتشر في كل المواقع العراقية، في مئات المواقع العراقية. طبعا هناك مسألة بالغة الأهمية وهي في هذا المجال، وهي الدور الصهيوني يعني سرقة الآثار. بالمناسبة حاول الصهاينة والموساد الصهيوني تحديدا من خلال عصابة في التسعينات من القرن الماضي يعني سرقت أقدم أسفار العهد القديم التي التوراة التي كانت موجودة في العراق على رقائق من جلد الغزال، وتمت سرقتها بطريقة فنية من خلال حشوها ضمن بطانات الملابس الجلدية التي كانت تباع في العراق، وكانت تزمع هذه العصابة في حينها تهريبها إلى
الكيان الصهيوني، ولكن جهاز المخابرات في ذلك الوقت ألقى القبض على هذه العصابة واستنقذ هذه الأسفار التي لا تقدر قيمتها بثمن من هذه العصابة، وذلك بعد الاحتلال الأمريكي عندما سطى يعني الاحتلال على موجودات الدولة العراقية، سرق هذا الأرشيف الوطني العراقي يعني، وتحديدا فيما يتعلق بالآثار اليهودية، وأرسلها إلى واشنطن، ثم أرسلت إلى العدو الصهيوني الذي احتفل بوصولها وأقام لها يعني مراسم استقبال كبيرة، لأنها يعني بالنسبة لها هو بالغة الأهمية. طيب. إذن كل هذه الأطراف هي اشتركت فيها، وبما أن عمليات النهب شملت كل المواقع، فإذن كل الجهات المتنفذة في أي مكان في أي محافظة عراقية هي شريكة في هذه الجريمة. هذه النقطة التي تفضلت بها جنابك بأنه من قاموا بسرقة الآثار العراقية الاحتلال الأمريكي والكيان الصهيوني بأدواته بعد الاحتلال وحتى قبل الاحتلال حاول ذلك، لكن هناك أدوات محلية، أدوات تسعى لبيع التراث والآثار العراقية إلى الغير. يعني وزارة الثقافة حسن ناظم وزير الثقافة الحالي باتفاق تقارير تشير إلى أن هناك اتفاق مع شركة هوبي لوبي الأمريكية للأثاث والفنون والتحف بأنه سيعطيها الصلاحية للتصرف بما لديها متبقي من قطع أثرية عراقية. تحت أي بند يتصرف الوزير بهذه الطريقة؟ تحت بند عدم الانتماء للعراق. يعني هؤلاء لو كانوا طبعا يعني كل الذين اشتركوا في العملية السياسية الاحتلالية هم لا ينتمون للعراق وسعوا إلى تدميره بأشكال شتى، سواء في القطاع الصناعي أو في القطاع الزراعي أو في القطاعات الاقتصادية المختلفة أو في الجوانب السياسية والأمنية، لكن بقدر تعلق الأمر بنا، هؤلاء لو كان لديهم حرص على العراق وعلى تاريخه وانتماء حقيقي لهذا البلد بحضاراته العريقة لكانوا حافظوا على هذه الآثار ولم يتصرفوا بها. بالمناسبة هو يعني وزير الثقافة يحمل الجنسية الأسترالية، وبالتالي أنا طبعا لا أطعن بكل من يحمل جنسيتين، لكنه أقول أن هذا التصرف الذي يقوم به هو أو غيره دلالة على عدم الانتماء للعراق وعدم الإحساس بأهمية هذا الإرث الحضاري الذي خلفه الأجداد للأحفاد، وهذا مرتبط حقيقة بمسألة أكبر من مجرد الآثار. يعني ربما نتحدث عنها في وقت لاحق. يعني هوبي لوبي وحدها تملك نحو 12,000 قطعة أثرية. صحيح. متعددة الأحجام والأنواع وتمتد على مختلف الحقب التاريخية التي مرت بها حضارات العراق المختلفة. هذا طبعا هناك عالمة آثار اسمها لمياء الجيلاني تقدر عدد الآثار، القطع الآثار المسروقة والمدمرة التي سرقت ودمرت في المتاحف العراقية وفي المواقع الأثرية بنحو 200,000 قطعة. هذا الرقم طبعا رقم هائل. صحيح. رقم يعني يكشف هذا الرقم حتى أقل منه بالحقيقة، لكن نحن لدينا يعني هذا الرقم من مصدر يعني هو متخصص. هذا الرقم يكشف يعني حجم الجريمة التي نفذت بحق هذه الحضارات العراقية، هذا الإرث العراقي الكبير، وبالتالي عملية التدمير عملية ممنهجة وليست عملية سرقة محدودة. يعني هذه الشركة الآن، هذا وزير الثقافة الحالي يحاول أن يبرم عقدا بقيمة 15 مليون دولار مع هذه الشركة الأمريكية التي عليها مشاكل حتى في الولايات المتحدة. صحيح. والتي ليس لها لديها تاريخ على الإطلاق في صيانة الآثار أو العناية باللقى الآثارية أو طريقة عرضها وتقديمها. يعني حتى هو عندهم متحف يسمى متحف الكتاب المقدس. صحيح. وهذا بالمناسبة له إشارة وإسقاط ما يتعلق بالقضايا، يعني الأرشيف اليهودي الذي كان موجود في العراق منذ أيام الأسر البابلي، وأنا لا أقول السبي البابلي، في أيام الملك نبوخذنصر قبل الميلاد. كان يعني ب15 مليون دولار يريد أن يسوي صفقة مع هذه الشركة التي تحوي على 12 يعني تحوز على 12,000 قطعة أثرية متعددة كما قلنا الأحجام والأنواع والأهمية والتاريخ والأهمية. الحقيقة
هناك ما هو أخطر من هذه يعني 12,000 قطعة. هذا الاتفاق الذي يسعى وزير الثقافة، والمناسبة وزارة الثقافة هي تابعة لميليشيا عصائب أهل الحق الإرهابية، وبالتالي فهي تابعة لتنظيم يعني إجرامي يعرف العراقيون مدى إجرامه ومدى إرهابه. هو الاتفاق يتضمن بندا خطيرا جدا، أنه ليس هذه 12,000 قطعة فقط، وإنما كل ما يمكن أن تحصل بالمستقبل. عليه الشركة في المستقبل بوسائل السرقة، بوسائل صحيح. الشراء، بوسائل إلى آخره. أيضا يعني البنود ليست واضحة، هي تتحدث عن طريقة تصرف بهذه اللقى الآثارية أو القطع الآثارية. ما هي هذه التصرف؟ يعني هو طبعا يتحدث عن إعادة بعض هذه القطع، يتحدث عن استنساخ بعضها، يتحدث عن بيع بعضها، أنا أعني الاتفاق، يتحدث عن بيع بعضها، يتحدث عن استنساخ، يتحدث عن عرض بيع بعضها. الأرقام غير محددة، الأنواع غير مفروزة. الاتفاق هو يعني مبهم. حتى إذا حصل فهو اتفاق مبهم، يقصد به بالدرجة الأولى محو التاريخ العراقي وليس إعادته. يعني طبعا وزير الثقافة خرج بتصريح أننا نسعى إلى استعادة الآثار. هذا الحقيقة كلام يعني للتسويق فقط، لأن المقصود هو كما قلت هو اتفاق مبهم، لا يوجد فيه تفاصيل، لا توجد فيه تفاصيل، وبالتالي يقصد منه تدمير التاريخ العراقي. سأعود لك بعد قليل أستاذ مصطفى. أستاذ علي، نبقى قليلا بقضية شركة هوبي لوبي. ضمن القطع الأثرية التي حازتها هذه الشركة هي حلم جلجامش، تعتبر واحدة من أندر القطع الأثرية على مستوى العالم، وهي أيضا تعتبر بدايات فكرة الأدب على الإطلاق أن توجد هذه القطعة بحد ذاتها. مع هذا للأسف الشديد بيعت بمبلغ 1,600,000 دولار، يعني وكأن تراث وحضارة العراق لا قيمة له. كيف سمح أن تخرج هذه القطع النادرة الثمينة لتسرق بهذه الطريقة أو تذهب إلى الآخرين بهذا الشكل ولم يتم الحفاظ عليها؟ طبعا بداية قبل أن أبدأ، شباب الثورة الثائر الآن يعني دون استعادة العراق لا يمكن أن نفكر في آثار وفي مسرح وسينما ومتاحف حقيقة. أترحم على الشهداء وعلى كوكبتهم شهيد ريام ريهام يعقوب وتحسين أسامة من أبناء جنوب القلب من البصرة ومن الناصرية وكل الثوار وقب الجبين. كل ثائر الآن يحاول أن يستعيد العراق من هذه الثلة اللي سرقت العراق. سجل ملاحظة واحدة أتمنى أن تتجاوزونها باللقاءات القادمة صديقي المحاور، أنه توزع الوقت، لأنه يظل الضيف ينتظر أكثر من 25 دقيقة. يعني أعتقد بشيء من يعني من أكو جذوة باللقاء عادة عند المحاور، تنطفئ إذا يتأخر بإلقاء الملاحظات. بالنسبة للآثار يا صديقي، بعد الاحتلال الشيء كان أنه يشتغلون الإنسان بلا له مستقبل. العراق مرت عليه الحضارة البابلية والآشورية كثير تنوع الثقافة واللغات، هو خزين. أستاذ علي، هذه الآن هناك الآن مشكلة بالصوت حقيقة، هو ليس الخطأ مني، هناك مشكلة بالصوت، سنعاود الاتصال بحضرتك أو يعني يكون هناك إصلاح لهذا الخلل حتى نسمعك بشكل واضح. هاي نقطة. النقطة الثانية، حضرتك أكيد يعني لا حاجة، أنت رجل لك مكانة ولك أهمية حقيقة في البرنامج، ويعني معذرة إذا كان هناك تجاوز على حقك في الوقت، لكن يعني إن شاء الله نستثمر وجودك بأكبر قدر ممكن. نرجو من الشباب معاود الاتصال بالأستاذ علي ريسان مرة أخرى حتى يكون الصوت واضح. طيب أستاذ مصطفى، سريعا
نأخذ نقطة حلم قلقامش، هذه القطع الثمينة لماذا يباع أو تباع بهذه الأسعار البخسة؟ يعني كما قلت لك هي عملية لصوصية، ولذلك هو لا تجري عمليات يعني تقييم حقيقي للآثار، ولا تجري عمليات بيع قانوني ونظامي. ودور المزادات الشهيرة مثل دار سوثبي أو كريستي أو غيرها من الدور المرموقة المعروفة بتداول القطع الفنية والقطع الأثرية لا تمارس عملية بيع وشراء الآثار العراقية. لأن هذه يعني آثار مسروقة من العراق. أنا شخصيا بحثت في هناك في بريطانيا في لندن تحديدا حول المتحف البريطاني، هناك محلات صغيرة تبيع نسخ أصلية أو قطع آثارية أصلية من مختلف الحضارات. سألتهم شخصيا عن وجود قطع آثارية عراقية، فالجميع أجابوا بعدم وجودها، ولكنها بالتأكيد هي موجودة بالسر لدى هذه المحلات أو غيرها حول العالم. وبالتالي فهو عملية يعني هي عملية لصوصية، واللص يحاول أن يعني كما يجري غسيل الأموال أحيانا تجري عمليات غسيل للآثار، وبالتالي تباع بأسعار بخسة حتى تشترى من قبل جهة معلومة، تبيعها جهات غير معلومة، تشترى من جهة معلومة، وبالتالي تجد ملكية هذه القطع الأثرية، تجد تاريخا أو يوجد لها تاريخ في الملكية، وبالتالي في مرحلة لاحقة ستباع بأسعار أكبر. طيب أستاذ علي موجود معنا؟ أستاذ علي رئيسة ما موجود؟ غير موجود. طيب نكمل معك النقاش أستاذ مصطفى بالحديث عن سرقات القطع الأثرية وما هو مهرب من العراق أو حتى داخل العراق. في 26 أكتوبر في عام 2010 أصدر المتحف العراقي المركزي وكذلك الجيش الأمريكي بيانات بخصوص وجود أكثر من 600 قطعة أثرية في مخازن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي. هذه المخازن كانت معدة لأدوات مطبخ وما إلى ذلك، كانت هذه التحف الأثرية العراقية موجودة أو الآثار العراقية. لماذا لم يحاسب المالكي باعتبار حيازته بحد ذاتها هي نوع من أنواع السرقات؟ طبعا هي هذه، أنا أتذكر هذه القصة بشكل جيد، وأتذكر حتى بعض الصور كما تفضلت كانت موضوعة بصناديق كرتونية وصناديق بلاستيكية وبعض الأكياس البلاستيكية الكبيرة، يعني بطريقة طبعا يعني هم قالوا أن هذه استعيدت من أظن من الولايات المتحدة يعني ترتيب بين العراق والولايات المتحدة في حينها. هذه الحقيقة كانت مكدسة فوق بعضها بدون أي عناية وبدون أي رعاية وبدون أي اهتمام طبعا، وكما تفضلت في مخازن يعني تحوي على أدوات مطبخ وغيرها، تم العبث بها بشكل يعني إما متعمد أو لأن الجهة التي كانت معنية أو في هذا المكتب لا تعرف قيمة هذه الآثار ولا تعرف كما قلنا أصلا هي ليس لديها انتماء لهذا الإرث العظيم، وبالتالي يعني هي لا تعنيها، هي تعاملت معها كموجودات في مخزن ولم تهتم بقيمتها التاريخية والحضارية وقيمتها المعنوية في تاريخ العراق. وبالتأكيد هذه يعني نحن لم نسمع على الإطلاق مصير هذه اللقى والقطع الأثرية، لم يتحدث المتحف العراقي عن استعادتها أو استلامها أو فرزها أو ترقيمها أو عرضها أو إلى آخره. بالتأكيد هي عندما تركت بهذا الشكل امتدت إليها يد العابثين والسراق، هم الذين سرقوا العراق كله. يعني خلال هذه السنوات العجاف سواء في عهد المالكي أو ما قبله أو ما بعده، وبالمناسبة كلها يعني حزب الدعوة والمجلس الأعلى عادل عبد المهدي وإلى آخره. هؤلاء الذين سرقوا كل العراق لماذا لا يسرقون أو تدنى نفوسهم؟ على طبعا بالتأكيد تدنى نفوسهم، لأنهم يتعاملون معها ليس بقيمتها الحضارية وإنما بقيمتها المادية، فهم يسرقونها تدميرا للعراق أولا ضمن مشروع تدمير العراق الذي هم جميعا ضالعين فيه، وأيضا يعني لأجل كسب المال. ولحد الآن يعني هذا الكلام كان في 2010 أعتقد أم قبل 2010. فلحد الآن هذه 10 سنوات لم يصدر من المتحف العراقي أو من دائرة الآثار
أي معلومة أو بيان عن فرز هذه الآثار، عن تقييم أهميتها، عن أنواعها، هل هي مثلا تماثيل، هل هي أختام، هل هي ألواح طينية، هل هي تعود إلى الحضارة السومرية، الآشورية، البابلية، الأكادية إلى آخره، لا يوجد أي شيء. وبالتالي هذه سرقت مئات القطع، يعني الرقم بحدود 600 قطعة. وطبعا هذا جزء بسيط مما كما قلت لك، يعني عالمة الآثار لم يلقى، لأنه تتحدث عن 200 ألف قطعة. لنفترض أنها 100 ألف قطعة وليست 200 ألف قطعة، يعني هي قليلة. ما قيمة 600 قطعة؟ هذه جزء منها، الباقين البقية دمرت وسرقت بواسطة الاحتلال الأمريكي، بواسطة الميليشيات، بواسطة داعش، العصابات الصهيونية، عصابات السرقة الاعتيادية، مافيات الآثار. لأن العراق بلد مفتوح، يعني نحن لدينا حدود مع جارة السوء إيران أكثر من 1200 كيلومتر، كلها مفتوحة. صحيح. سواء في شمال أو في وسط. صحيح. أو في جنوب العراق. صحيح. البحر، ضباط الجمارك طبعا، يعني بعضهم متهمين في قضايا تهريب، وكما تعلم أن يعني الأرصفة الموانئ تسيطر عليها الميليشيات والعصابات نحولها. صحيح. الأردن، السعودية، تركيا، سوريا، كل هذه حدود مفتوحة بالإمكان لعصابات التهريب أن تستغلها. سأعود إليك بعد قليل. أستاذ علي، أهلا بك مرة أخرى، نتمنى اليوم الصوت إن شاء الله يكون واضح مع حضرتك. يعني منذ الاحتلال وهناك سعي لطمس الهوية العراقية من خلال عملية سرقة متعمدة للآثار العراقية، كيف تابعت هذا الموضوع حتى هذه اللحظة، وما الذي تتخيله بالنسبة لمصير آثار العراق المسروقة التي هناك نسبة كبيرة منها مغيب لا يعلم ما هو مصيره؟ نعم، الحقيقة يعني عملية استعادة، أنا مو مع استعادة الآثار في الوقت الحالي حقيقة، لأنه أن تعيد العراق لأبنائه، أن يتسلم المعنيون أو المعنيين بالآثار الوطنيين الحقيقيين تلك الآثار. يعني ما معقولة أنا أرجع آثار ما يعرف قيمتها شخص جاهل، أو يترأس الآثار الآن يعني مثل بقية مفاصل الدولة ناس جهلة جايبت الأحزاب الطائفية اللي هو ما يعرف كيش من أكد، أو ما يعرف الحضر من نمرود، أو ما يعرف الثور المجنح من عربة بابل. فلذلك احنا الان انا اعتقد هذه يعني لازم يصير حمله الان من قبل المثقفين على ايقاف هذا العقد، لان هذا العقد مع هاي الشركه بالبدايه نقطه مهمه، انه الغاء هذا العقد، لانه حسن ناظم هو مو الوريث الشرعي، هاي اثار يعني عايده لاجيال مو فقط ولكن للاسف يمتلك سلطه حسن ناظم يمتلك سلطة، ولك كل الأشياء ممكن أنه الآن يعني يسجل عليها. يعني الآن إذا إحنا كمثقفين جمعنا تواقيع كمثقفين عراقيين في الداخل والخارج عن هذه الحالة، ممكن أن نلغيها، نرفع دعوة للمحكمة العدل الدولية أنه هذه الشركة هي شركة سرقة آثار مو فقط العراق، عليها أكثر من مؤشر. هاي بس إحنا بالأساس لازم أول مرة نحصن أنفسنا، نتحصن من السراق الموجودين. يعني الآن إذا نأخذ صنبول، وأتمنى أني وصلت لكم صور عن زيارتي لآثار بابل. الحقيقة آثار بابل الآن عبارة عن خرائب. نعرف إحنا مدينة بابل، ويعرفون أهل الحلة ومنطقة الفرات الأوسط، أنه يعني المياه الجوفية تأكل في تربة بابل. يعني كل المياه الجوفية موجودة. لذلك الآن إذا زرت آثار بابل راح تلاحظ أنه المياه الجوفية صاعدة على الآثار. يعني للأساس فإحنا نعرف أكو مدينة بابل الأثرية موجودة تحت هاي المدينة، يعني أكو مدينتين تحت هاي المدينة. إضافة إلى وجود الساعة الرملية اللي هي لا تقدر بمليارات. أنا أخذت لها صور الحقيقة، الساعة الرملية مهشمة، الجدران مخطورة. من المضحك المبكي حتى يعرف العراقيين أنه الآن السفرات المدرسية أخذوهم لآثار بابل، بس لأنه ماكو صيانة وماكو اهتمام للآثار، لأن أساساً اللي جايين هم جايين من أجل خراب العراق. حدث بأم عيني
ذكريات الأطفال يعني قلوب ومحمد مع علي الآثار نعم. يعني يذكرون الأطفال من يكتبون بالسفرات على الشجر أو نعم. العشاق لقيت على الآثار لقيت مخلفات الحيوانات نعم. يم أسد بابل وهذا نعم. هذا حقيقة يعني شيء مخزي ومخجل لأنهم نعم. هم أساسا جاي دمار العراق. طيب أكو نقطة أستاذ علي بتخصك هي نقطة شخصية. حضرتك قمت بإعادة مجموعة من القطع الأثرية إلى العراق وأرسلت لنا الوثيقة، أرجو من الشباب عرضها على الشاشة. يعني قوبلت حقيقة كما تفضلت قبل قليل المضحك المبكي، قوبلت بمكافأة 25,000 دينار عراقي ما يعادل 20 دولار يعني، وأنت تعيد إلى البلد أكثر من 8 قطع أثرية. حدثنا عن هذا الموضوع باختصار إذا تفضلت. هذا طبعا أنا مقدمة، وبالمناسبة في زيارتي الأخيرة للعراق كانت الوثيقة معايا بس الأصلية ما فيها كوبي. فشفت الدكتور عبد الأمير الحمداني يعني زيارتنا والتقينا، يعني رجل جدا مهذب وطلب مقابلتي يعني قال تشرفت للمكتب ورحت. وكانت موجودة دكتور إقبال نعيم بوقتها وقادرت، فقلت له دكتور أنت آثاري، لأن هو كان يشتغل بالآثار. أنا سلمت والوثيقة بيدي، سلمت 8 لقى مع مسرجة آشورية تعود يعني الفترة الآشورية بمستند وبحضور أستاذ قيس رشيد أخو الفنان علاء رشيد اللي هو وكيل وزير الآثار أعتقد، كان مدير المتحف الوطني. بعد سنة من المراجعات أثناء ما أروح أصور أفلام أو يكون عندي مسلسل أو زيارة للأهل يعني أخذ تاكسي وأروح. اللجنة ما اجتمعت، هي الحقيقة مو لأن أنا مو إلي، الآثار كانت من أبناء صديق أثروا عليها في إحدى قرى كركوك، وكنت أمين عليها لأنه حتى أوصل لهم هدية الدولة حتى يعني هي عملية تهذيب وتربيه للاجيال انه انت عثرت على اثار لازم تسلمها للبلد، يعني هاي ما تقدر حتى لا تصل لي المحرف او الخائن او اللص او السارق او الماء. بعد سنه ونصف من المراجعات عرفوني، يعني هم قالوا استاذ علي مرحبا بك، مبروك اللجنه اجتمعت. اللجنة طيب. اكيد من الخبراء ولا هذا، والهاي الوثيقه امام العراقيين خلي يشاهدوها. ثمانيه قطع حجرية مع مسرجة قديمة أثر. لجنة مقررة المكافأة 25,000. أنا الحقيقة تفاجأت، قلت لهم 25,000 دولار يعني 500. قالت لا أستاذ 25 دينار يعني ما معناه 20 دولار. قلت لها أنا في سنة ونص تقريبا أنا صارف تاكسيات ذهب وإياب، حتى ضحكت قلت لها كتبي لي بوابتها، طبعا هاي بالفوتوشوب بوابتها هذا، ورجعتها قلت لها ظل 25 انا ممكن اتبرع بها للجنة. طيب يعني المهم يعني نكته وهذا الشيء يعني بشهود يعني هاي الوثيقه قدام. الست نادما على اعاده اثار الاثار التي حصلت عليها او وجدتها الى البلد، وانت قبل قليل تتحدث على انه لا تنصح باعاده الاثار الى العراق الان؟ لا انا قصدي شوف هي مو عملية مغالطة بس أني من يعني أنت صعب أنه تكون عندك آثار، لأن شوف إحنا تربينا على أخلاق ومبادئ، إحنا العراقيين قبل ما يجون هذول السفلة بعد 2003 آسف المفردة بعد الاحتلال الأمريكي وصول هذا الذباب وهذا الجراد من خلف الحدود، إحنا تربينا أنه الآثار شيء قيم مقدس، يعني بحيث أنت حتى تخاف أنه يعني حتى من شلتني وياي من من كركوك البقعه كنت خايف، لانه اعتبر نفسي مثل المهرب. طيب فحتى يكون بأيدي امينه انا وصلتها لشخص جدا امين حقيقه، يعني الاستاذ دكتور رشيد قيس رشيد اخو الفنان علاء رشيد. طيب فنان صديقنا واخذني بكل احترام وسلمتها للجنه واخذت وصل امام المواطنين. حتى بعض الاصدقاء قالوا استاذ علي ليش ما وصلتها لاربيل؟ ما معناه ليش ما وصلت المهربين اربيل وسليمانيه وحتى في بغداد اكو مهرب. هو عمليه اني لانه جمعت ابناء القريه، شوفوها هنا الدرس حتى يتعلمون ذول السفله، الدرس شنو؟ جمعت ابناء القريه اللي عثروا على ذدي، قلت لهم انا راح اوديها المتحف العراقي.
اي اثار تلقونها من التعريه بالحريث بالبزي طيب. بالهذا تعرف مزارع ان تتصلون بي او تتصلون باي مدرس بالمدرسه او اي شخص ثقه يوصلها لهذا راح تجيكم هدايا من العراق لان هاي اجيالكم هاي ابنائكم هذا راح يوثق هويتكم الحقيقيه هذا الدرس من التسليم ساعود لك بعد قليل استاذ علي نعم ساستثمر الوقت قدر المستطاع مع ضيفي الكريمين استاذ مصطفى ليست الاثار فقط ما سرق من العراق هناك مخطوطات ووثائق قديمه يقول جواد عاشور وهو معاون المدير العام للمكتبة الوطنية في العراق أن عدد الوثائق والمخطوطات الموجودة في المكتبة الوطنية قبل الغزو تقدر ب 2 مليون مخطوطة ووثيقة نصفها سرق وهناك نسبة كبيرة تم إحراقها ما الذي تمثله هذه المخطوطات والوثائق بالنسبة للعراق؟ أنا قبل أن أجيب على سؤال حضرتك يعني حقيقة الأستاذ علي أراد أن يقدم درساً تربويا عميق الأثر لهذه للأجيال الجديدة كما تفضل في أن يعني يشجعهم على تسليم ما يعثرون عليه ولكنه جوبها بهذه الطريقة التي تنفر ولا تكسب يعني لا تشجع الناس على تسليم ما يعثرون عليه أو ما في حوزتهم من من ممتلكات ومن لقى آثارية ومن قطع يعثرون عليها الحقيقة هذا يعني درس مؤلم جدا وأنا أشعر ب يعني عمق الأسى والألم الذي يعيشه الأستاذ علي وهو يحاول أن يغرس هذه القيم في نفوس المواطنين بينما يجابه بهذه الطريقة حقيقة هو الذي جرى بعد الاحتلال عملية متكاملة أنا أكرر وأشدد على مسألة أنها ليست أحداثاً عرضية وإنما هي عملية متكاملة تهدف بالدرجة الأولى إلى تدمير الذاكرة العراقية وخلق جيل لا علاقة له بكل تاريخ العراق سواء القديم منه أو المعاصر هذا الأمر يعني سلسلة من حلقات متعددة سواء منها ما يتعلق بسرقة الوثائق تدمير المكتبات قتل الشهود أو استمرار حبسهم تقديم وطبعا يعني سرقة الوثائق كما قلنا انتقلت كثير من الوثائق عبر مؤسسة الذاكرة العراقية التي يقودها كنعان مكية والتي كان مديرها التنفيذي بالمناسبة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي نقلت أكثر من 8 ملايين وثيقة إلى خارج العراق تتعلق بموجودات الدولة العراقية بموجودات حزب البعث العربي الاشتراكي بموجودات أخرى مؤسسات وأرشيف الدولة العراقية عبر عقود كلها نقلت إلى الولايات المتحدة حوالي 8 ملايين وثيقة كما يقال أو كما يعني تروي الأخبار واستكملت بتقديم روايات مزورة للتاريخ أيضا تزوير التاريخ في يعني المناهج التعليمية كل هذه إنشاء العديد من البرامج إنتاج العديد من البرامج التلفزيونية التي تقدم روايات مشوهة للتاريخ حتى بضمنها التاريخ المعاصر كل هذا يدخل في عملية يعني متكاملة وسلسلة مترابطة وليس حدث عابر سرقة هذه القطعة الأثرية أو تلك أو 1000 قطعة أو 10,000 قطعة وإنما عملية متكاملة في تدمير الذاكرة العراقية وخلق جيل لا علاقة له بتاريخ العراق كما قلنا القديم أو الحديث أو المعاصر وكل هذا يقود ناس لا ينتمون لهذا البلد وظالعين فعلا في مشروع تدميره وفي مخططات إجرامية لقتل هذا الشعب وتدميره وتدمير تاريخه ولذلك الآن يعني إزالة النصب والتماثيل إزالة اللوحات الجدارية حتى من المعاصرة يعني يعني قبل أيام شاهدت مسألة حقيقة تدمي القلب يعني مسألة سرقة الجداريات التي كانت موجودة في الشوارع العراقية ومنها جدارية للفنان الرائد الكبير فائق حسن نشاهدها مع حضراتكم يعني هذه الجدارية ممزقة مرمات في
يعني مخازن يعبث بها العابثون. نعم. وبالتالي هذه صورة حقيقة يعني هذه الجدارية كانت للفنان الرائد فائق حسن. نعم. كانت موضوعة قرب مبنى أمانة بغداد في ساحة الخلاني في شارع الجمهورية في بغداد، والآن مرمية في مخازن وزارة الثقافة ودائرة الآثار والتراث بهذا الشكل البائس ممزقة. هذا طبعا فائق حسن يعني لو أنه وقع على ورقة بيضاء لكان توقيعه يباع بآلاف الدولارات. فكيف جدارية بأكثر من 5 أمتار طولا و3 أمتار تقريبا؟ هناك عمل ممنهج لتدمير، هناك عمل ممنهج لتدمير الذاكرة العراقية ولتدمير الأجيال العراقية. طيب. والآن لو تسأل أطفال المدارس ماذا يعرفون من تاريخ العراق، أنا أجزم وأقول لك لا شيء. نحن كنا ندرس ابتداء من الصف الخامس الثانوي الابتدائي وإلى المراحل النهائية في المدارس الثانوية، كانوا يدرسون الأجيال العراقية تاريخ العراق البابلي القديم، البابلي الآشوري الأكدي السومري، ثم الحضارات العربية والإسلامية، الحضارة العباسية إلى آخره، حتى مرحلة يعني ما بعد سقوط الدولة العباسية واحتلال بغداد في 1258 ومرور حقب تاريخية مظلمة كنا ندرسها أيضا. طيب. هذا كله يجري بشكل ممنهج وبشكل مخطط له، ويقوده وزارة التربية مسؤولة عنها، وزارة التعليم العالي مسؤولة عنها، وزارة الثقافة، طبعا ما في وزارة إعلام ولكن في دائرة شبكة الإعلام. كل هذه عملية متراكبة يعني تتراكم ومتصلة بشكل أو بآخر. سأعود لك بعد قليل أستاذ علي. فيما يتعلق بالآثار العراقية والقطع التي سرقت الآن من العراق، ما تأثير ضياع عشرات الآلاف من القطع الأثرية العراقية التي تمثل حضارة العراق على حاضره ومستقبله كذلك؟ نعم، الحقيقة هو تأثير وجع، وتأثير هو عملية تشويه للتاريخ. نعم. وممكن يعني من خلال أنت، وهي الدالة، شوف المكان هي دالة للذاكرة، كل ما تتقادم الأشياء كل ما تتحول إلى شيء، يعني بالتقادم تتحول إلى أثر. هاي الآثار يعني إحنا شلون الآن المستكشفين والباحثين والمنقبين من يعثرون على مثلا لقى في سهل بابل أو في سهل نينوى أو في سهل شهر زور في السلوى اليمانية، رأسا يحصرون التاريخ ويعرفون في ذلك الوقت شنو اللي كان، شنو الثقافة، شنو المعرفة، شنو العلوم الاجتماعية، يعني كل شيء مدون، لأنه الآثار هي يعني إحنا الآثار الآن ممكن راح تصير على شكل بتقادم الزمن راح تصير بشكل موموري، بس أكو أشياء دالات يعني معمارية هاي تخلد. يعني إحنا الآن في العراق اشتغلوا على محو الذاكرة، يعني لأنه يعني بدراسة بالمناسبة. نعم. وحتى أنا إذا نتذكر عند الاحتلال الموجع لمدينة نينوى الحدباء. نعم. نينوى العشق والقصائد والمسرح والقباب والكنائس. نعم. من سيطرة داعش اللي هو صناعة الموساد الإيراني الصهيوني. نعم. يعني داعش هو وجهين. طيب. يعني وجهين يعني لعملة واحدة. يعني الصناعة الفارسية الصهيونية. طيب. يعني المثلث هذا الأمريكي يعني حقيقة. هذا معروف. يعني هذا الفيلم اللي ما ينطلي حتى على يعني أبسط الناس، إنه تهديم الآثار اللي موجودة في الحضر. هذا أنا أعتقد إنه هم اشتغلوا، يعني جابوا معاهم يعني أكو ستاف متخصص من الصهاينة، اشتغلوا على صناعة تماثيل، لأنه بورك كانت إذا تلاحظون قسم من عندها بورك، هم ما كانوا يشتغلون أجدادنا على البورك، كانوا يشتغلون على حجر الصوان وعلى أنواع الحجر، لأنه يعني يعرفون في تقادم الزمن هذا هاي راح تخلد. مجموع اللي موجود في الحضر هذا كله نقلوه إلى إسرائيل، مثل ما الآن أكو بعثات، خلي ينتبه العراقي، أكو بعثات تجي إلى زقورة في الناصرية، يعني يعرفون أنه هناك يعني تاريخ اليهود، تعرف أنت هم يعني قبلتهم الأولى يعني، فلذلك أكو بعثات الآن تصل حتى إلى شمال العراق، يعني إلى كردستان العراق،
وتبدا تنقب. الان اكو واي بعثات احنا ما ندري، لان هي هي هو بلد عباره عن فوضى مفتوح الحدود، وبلد بلا راعي، بلا وطنيين، بلا انسانيين، بلا ناس متخصصه. طبعا هذا اللي يصير بي. ما تحدث به الصديق الاستاذ شيء جميل جدا على الذاكره. يعني احنا حتى أنا تاريخنا المعاصر شوهوه، لانه انت الان اي مدينه تروح ما تلقى فد رمز حضاري انت بذاكرتك. يعني صح احنا مرينا بثلاث حروب، بس كنا محافظين على اثارنا، على قيمنا، على على اماكننا، على ملتقياتنا الثقافيه، على رموزنا الثقافيه. يعني هم لو بيدهم الان اي شيء بعد 2003، قبل 2003 ان يمحونه، يريدون يحولون هذا البلد الى قطيع قطيع من الغيبيات والخرافه بلا انتماء. بلا انتماء. لذلك الحلقه جدا مهمه في تسليط الضوء على الآثار. وبالمناسبة احنا مو فقط يعني عندنا الآن مثلا قلعة كركوك، انا ابن مدينة كركوك. قلعة كركوك في يعني للباحث في التاريخ بها اكثر من مراقد خمسة انبياء، من ضمنهم حنين ودانيال، ويعني هذول الانبياء الموجودين فقط مراقدهم باقية. اما البيوتات الباقية فكلها تحولت إلى أطلال، وهي بيوتات أثرية. يعني كل بيت عمره أكثر من 500 سنة و 200 سنة تحولت، وعندي صور. باختصار شديد أستاذ يعني علي، لضيق الوقت وقرب انتهاء الحلقة، يعني أريد أقول أنه إحنا أكو ناس دي تسرق آثار العراق من الخارج، وأكو ناس دي تدمر آثار العراق بالداخل. أكو ناس يعني أكو فصيلين. فصيل دي يهرب آثار العراق ولا ما معقولة. قبل فترة وصورة يعني مخزية، قبل فترة جابوا رأس من مهرب يعني عن طريق لندن، أو جايبينه بحاوية مع الخضروات إذا تلاحظونه. مع العلم الآثار تحفظ كما يحفظ الألماس والذهب والياقوت. أستاذ علي يعني أنا أكتفي بهذا القدر مع حضرتك، وكما قلنا أعتذر لأن الوقت انتهى. أنا أشكرك أستاذ علي ريسان الكاتب والمخرج العراقي. في دقيقتين أستاذ مصطفى، كيف يمكن استرداد آثار العراق المسروقة إذا كانت حكومات ما بعد الاحتلال هي بحد ذاتها متهمة بالسرقات؟ يعني شوف، هو أول شيء هناك شبهات كثيرة حول دور يعني هذه قضية هوبي لوبي الأخيرة. هذه مسألة بالغة الأهمية. أولا هناك شبهات كثيرة حول دور مسؤولي وزارة الثقافة وربما جهات أخرى ميليشياوية كما قلنا، لأن الوزارة تتبع جهات عصابة أهل الحق في هذه القضية وفي قضايا أخرى. أصلاً هو مجرد الجلوس مع شركة متهمة بسرقة الآثار يعطي شرعية لها. المطلوب إعادة جميع الآثار وليس التفاوض مع الشركة على هذه القضية. المسألة الأخرى طبعاً لا يمكن الوثوق بهذه الإجراءات التي لا يمكن الوثوق بالسلطات الحالية كما تفضل الأستاذ علي، لأنهم ليسوا حريصين على أصلاً القائمين على الأمر ليسوا حريصين على تاريخ العراق. وبالتالي يعني أنا أريد أذكر مسألة. حزب الدعوة في زمن حيدر العبادي ضغط على حيدر العبادي لعدم ملاحقة المسؤولين المتورطين بقضايا تهريب آثار. هناك أيضا مسألة تواطؤ القضاء، يعني أنا من خلال تجميد القضايا المتعلقة بتهريب الآثار تحديدا، ومنها القضية رقم 7 على 834 المتعلقة بالتهريب تهريب الآثار من 2003 لغاية 2010، وتشمل نحو 80 مسؤولا بين وزير ونائب وبين ضباط جمارك يعني متهمين بتهريب الآثار. وهذا طبعا التهديد لأسباب في سياسية. في 30 ثانية باختصار شديد، هل يمكن استرداد الآثار عن طريق هؤلاء أم يجب الاستعانة بشخصيات وطنية؟ يعني أنا أتفق مع الزميل علي في أنه لا يمكن استعادتها الآن. استعادتها الآن يعني تسليمها إلى اللصوص، من اللصوص الدوليين إلى اللصوص المحليين، وربما تعاد الآثار إلى المافيات وتهرب من جديد. استعادة الآثار تتم من خلال استعادة العراق. لا يمكن أن يعود العراق إلا بأبنائه الوطنيين الحقيقيين، وبالتالي هؤلاء هم من يحافظون على تراث العراق وتاريخه وإرثه وعلى حاضره ويبنون مستقبله. أنا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر معنا في الاستوديو لهذا الأسبوع. وكذلك مشاهدينا الكرام نشكر الأستاذ علي ريسان الكاتب والمخرج العراقي، كان معنا عبر سكايب من مدينة مالمو السويدية. نشكره شكرا جزيلا، ونشكر حضراتكم كذلك لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.